بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديوهات السابقة تكلمنا عن كيف تحقق الأهداف وكيف تبرمج عقلك الباطن عشان تحقق أهدافك. قلنا نمرة واحد، تفكر في أهدافك، فيجوالايز أهدافك، فكر فيها، فكر في أهدافك. ده نمرة واحد بصورة مستمرة، ناو وبعد كم ساعة وبعد كم ساعة تاني وبكرة وكده and so on every day. يكون هدفك اللي انت دار تحققه ده تفكر فيه، you visualize it. بعد ذاك نمرة اثنين، الفيجواليزيشن، نمرة اثنين الريبيتيشن، يعني تكرر انت تفكر في هدفك، لكن ما الليلة وبكرة، الليلة وبكرة وبعد بكرة وبعد وبعد وبعد، يكون ريبيتيشن، التكرار. لما تكرر الشيء كثير بتبرمج في عقلك الباطن بيتحقق بسهولة. فالفيجواليز، فكر في أهدافك، تخيل أهدافك، الريبيتيشن، hold the thought. يعني عندك هدف معين، مثلا عندك هدف داير مثلا شيء معين، داير لتسع عربية معينة، hold the thought. لما تفكر فيها مش تفكر فيها ثانيتين وثلاثة وبعدها تشوف لك موضوع تاني، hold the thought، فكر فيها 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes. دي أساسا طبيعة البشر كده، لكن في وقتنا دي الناس بقت مشغولة. هسي مثلا الأطفال القصة دي بيفهموها كويس، الأفكار، الأطفال عندهم الدي دريمينج، الطفل لو داير شيء معين ممكن يسرح معاه بالساعات. فهولد ذا ثوت، يعني الشيء اللي انت دايره ده لما when you visualize it، لما تفكر فيه بصورة ريبيتيتيف، بصورة يومية. أيضا hold the thought، يعني لما تفكر في الشيء ده تتخيل هدفك ده، تخيله 10 دقائق 15 دقيقة 20 دقيقة، يعني sit with it، أقعد مع القصة دي أدي وقت. فبيقول لك إذا فكرت في شيء ساعتين في اليوم، طبعا إذا جدولك بيسمح، أنا شخصيا جدولي ما بيسمح ساعتين في اليوم، لكن بيقول لك أفضل شيء لو فكرت ساعتين في اليوم، لكن 10 minutes 15 minutes 20 minutes is good. فإذن الفيجواليزيشن، الريبيتيشن، holding the thought، الفيلينج كمان، إحساسك وإنت بتتخيل هدفك مهم جدا 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 جدا. الإحساس هو أهم شيء. يعني مثلا example، أنا بتكلم عن المال لأنه ديش يعني كثير من الناس عنده أهداف بتاعت مال وكده، ما كل الناس لكن كثير من الناس. فمثلا أكثر ناس بيفكروا في المال هم الفقراء والأغنياء، دي الأكثر ناس بيفكروا في المال. لكن الفيلينج بيختلف، الفقير لما يفكر في المال بيكون في إحساس بتاع يعني ضيق، بتاع ستريس، إنه أنا مثلا ما قادر أدفع كده، ما قادر أدفع كده، محتاج كده. فالفيلينج هو بفكر في المال لكن الفيلينج ما إيجابي. الغني هو بفكر في المال الفيلينج إيجابي، مبسوط إنه عنده كتير لكن بيفكر في استثمار وفي مشاريع عشان داير كمان يزيد أكتر. فالفيلينج، فإذن الفيلينج مهم. فإذن فيجوالايز، ريبيتيشن، hold the thought، الفيلينج، بعدك الديتاتشمنت. الديتاتشمنت بالعربي يعني الاستغناء. استغناء يعني شنو؟ يعني لما تفكر في هدفك وتتخيل هدفك مثلا 10 دقائق 20 دقيقة، بعد خلاص انساه وامشي عيش يومك عادي. اساسا الامور بتتجلى في لحظات انت اساسا ما قاعد تفكر فيها. فيعني مش بعد ذاك يعني تخيل اهدافك وكده تكون اليوم كله بتفكر هالهدف هيجي متين، الهدف هيجي متين، الهدف هيجي متين. يعني مثلا مثال ممتاز، انت لو نزلت من العربيه وهناك البيت، نزلت من العربيه ماشي على باب البيت، حتفتح باب العربيه حتلقى نفسك وصلت البيت. ما كل خطوه حتمشيها حتقول لسه ما وصلت باب البيت، لسه ما وصلت باب البيت، لسه ما وصلت باب البيت. القصه ما كده، فانت بتلقى نفسك وصلت. فانت لما تفكر في اهدافك وكده بعد ذاك انساه، عيش حياتك. واساسا الامور الكويسه كلها بتجي في لحظات انت اساسا ما قاعد تفكر فيها. فده الديتاتشمنت، يعني بمجرد انت ما فكرت في الموضوع وكده واديته وقته 15 20 دقيقه وكده، بعدك يتجاوزه، عيش حياتك عادي، استمتع بحياتك وكده، وما تكون راجي شيء. ده اسمه الاستغناء او الديتاتشمنت. فاذا الفيجواليزيشن، الريبيتيشن، holding the thought، الفيلينج يكون احساسك كويس وانت بتتخيل الهدف، بعد ذاك الديتاتشمنت، واهم من ديل كلهم الاكشن. هدفك ده انت تزع خطوه في اتجاهه كل يوم، تزع خطوه في اتجاهه كل يوم، لازم يكون في اكشن.
يعني الناس بيتكلم عن قانون الجذب اسمه law of attraction. attraction اللي هي attraction دي الشق الثاني منها هو الاكشن، هو الاكشن. فاذا لو داير مثلا لو عندك اهداف ماليه حتتخيل الاهداف دي كيف؟ yes it's okay ممكن تتخيل انه عندك مليون دولار that's okay، لكن الانفع لك من ده والافيد لك من ده انه انت تتخيل انه انت بتقدم في خدمه لمليون نفر. يعني لما تتخيل هدفك تخيل المليون دولار that's fine، لكن الاهم من كده تتخيل انه انت بتقدم خدمه لمليون نفر. لما تتخيل تخيل القصه دي، تخيل القصه دي واصطحب كل الخمس عوامل اللي تكلمنا عنها واكشن كل يوم ولو اكشن بسيط. السلام عليكم ورحمه الله.